صباح النور مشاهدينا. امرأة قتلت عشيقها وقدمت جثته وجبة لعمال في الإمارات. اتهمت نيابة العامة في الإمارات سيدة مغربية بقتل عشيقها وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين. ويقول ممثلو النيابة إن السيدة قتلت عشيقها قبل نحو 3 أشهر في مقر إقامتها في مدينة العين الإماراتية، ولكن الجريمة لم تكتشف إلا أخيرا حين جاء شقيق العشيق للبحث عنه ووجد سنا بشرية في الخلاط حسب تقرير صحفي. وذهب الشقيق إلى قسم الشرطة للإبلاغ حيث بدأت التحقيقات، وجاءت نتائج التحليل الDNA لتثبت أن السن تعود لشقيقه. ووفقا لما نشرته صحيفة دي ناشنال الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، فإن السيدة وهي في 30s من العمر قالت في تلك التحقيقات إن الجريمة حدثت بالفعل ولكنها في لحظة جنون، وسوف تحال السيدة إلى المحكمة. طبعا بدنا نذكر مشاهدينا الى انه اصدرت النيابه العامه في ابو ظبي بيانا قالت فيه ان الجريمه حصلت، ولكن التفاصيل التي صارت على موقع التواصل الاجتماعي بما يخص طهو الامراه لعشيقها وتقديمه الى عمال باكستانيين غير حقيقيه وهي قريبه من الخيال. اذا هذا ما قالته النيابه العامه في ابو ظبي. شو رايكم بهذه يعني الإجرام؟ هو شيء بنشوفه طبيعي، يعني بنشوفه دائما، ولكن هو منه طبيعي، ولكن انه امرأة يكون عندها هذا الخيال الواسع جدا والشر لدرجة انها تطهو عشيقها ربما لأسباب غير مبررة. ما بعرف اذا الدافع هو اخفاء الجثة، ما بعرف يعني، او الانتقام أو بطريقة يعني. على فكرة جريمتين، مش جريمة، اولا جريمة قتل، جريمة انه قطعت وطهرت، وخيانة فيك تعتبرها لانه حبيبة مثل ما عم، جريمة انه اعطت الاكل لعمال باكستانيين، يعني شو قدر من جريمة مان؟ يعني هذه معناها انه شنو باش يكون عقابها؟ سامحني مان، يعني هيدي ما بعرف اذا لانه قالت هي بلحظة جنون، ما بعرف لانه هو عن جد جنون هيدا. لحظة هيدا اكيد مش لحظة جنون، هيدي لحظة معناها مع كل احتراماتي هيدي لحظة تنعدم فيها الانسانية، تنعدم فيها كل شيء، انه فما حاجة ماهيش عادية ابدا صارت معناها في الموضوع. إذا هالموضوع هذا بالحق معناها أنه كما 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 ورد خبر وأنه صار، فهذه بصراحة كارثة، أنه لازم يلقوا لها حل معناها، لأنه مش معقول صراحة. وأنت تقرأ في الخبر أنه هي مثلا أنه لحمها شوك، نقوله نحن أنا أصلا أنه ما عادش لاقي الكلام. هذه الصدمة أصلا حتى صابت كل رواد التواصل الاجتماعي، حتى أنه الموضوع اللي دفع به مثل ما ذكرنا نيابة العامة بالإمارات أنها تنفي هذا تنفي تفاصيل هذا الموضوع. نعم. ولكن طبعا صحيفة دي ناشنال الإماراتية أوردت ما قلنا. مرات بتم إخفاء بعض التفاصيل المؤذية لبشاعتها يعني. ولكن بغض النظر سواء شوته وأكلته وقطعته، يعني هيدي بتبقى تفاصيل، ولكن الجريمة بحد ذاتها وكتير من الجرائم غيرها، ما بعرف إذا هي بتاخد لحظة لواحد يفقد فعلا الوعي والإدراك ويقدر يقوم بتصرفات ما بتشبه تصرفات البشر الواعيين. فهالقد الإنسان لازم يضل عم يشتغل حتى يضل يحافظ على هيدا الخيط، يعني مثل ما بنقول بحياتنا اليومية بهيك مواقف معينة إنه واحد ما يفقد أعصابه. أكيد يعني مش ضروري دايما توصل لهون، ولكن نعم. على كل الأحوال يعني يبقى هذا الموضوع بالمحاكم لتبيان كل تفاصيله. مشاهدينا فاصل، نتابع بعده باقي فقرات.